اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. كتير من الامهات بتدور على حضانه مناسبه لطفلها وبتسال دايما ايه انسب حضانه لطفلها، ودايما بيكون في معايير ومواصفات لاختيارها للحضانه دي، زي مثلا اهتمامها بنظافه الاطفال وخاصه في ظروف فيروس كورونا اللي احنا فيها دلوقتي. فكل ام بتدور على الحضانه اللي بتهتم بتعقيم الحضانه بشكل دوري، وعشان كده النهارده هيكون معانا الاستاذه بسمه عبد الحميد مدير اكاديميه هابي بيبي بمحافظه القليوبيه. دي يعني احنا بنسميها او اطفالها بيسموها بسبوسه رياض الاطفال. اهلا بيك يا استاذه بسمه. ربنا يخليك استاذه، نورتينا النهارده. ربنا يخليك. يا سهلا. اهلا بالاطفال الحلوين دول، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين كويسين؟ جاهزين معايا النهارده؟ جاهزين؟ طيب ازيك يا استاذه بسمه؟ الحمد لله. ربنا يخليك استاذه جهاد. كنت حابه بس تقولي لي ايه اللي بيميز اكاديميه هابي بيبي عن اي اكاديميه تانية؟ هو حضرتك اول حاجه في اي حضانه لازم تكون بيت الطفل الثاني. بيت الطفل الثاني من امان واهتمام، وان هي تكون المدرسه او المعلمه اللي عليه ام بديله ليه. لازم يكون زي ما في جانب اكاديمي، في جانب ترفيهي، وفي جانب رياضي فني. كل ده بيتميز بيه حضانه هابي بيبي او الاكاديميه بتاعتنا، لان هي اكاديميه متكامله من الجوانب الرياضيه والترفيهيه والاكاديميه. طب ايه اللي خلاكي تبداي المهنه دي بالتحديد؟ اللي خلاني ابدا المهنه دي ان انا ولادي وهم صغيرين انا فضلت وقت طويل ادور على مكان مناسب اسيبهم فيه. اتنقلت ما بين حضانه لحضانه لحضانه لغايه ما انا اخدت القرار ان انا لا، طب انا ليه عندي الموهبه وعندي المكان وعندي الامكانيه ان انا افتح المجال ده واعلم الولاد بطريقه صحيحه واسسهم. واهم حاجه ان يكون تاسيس صحيح، مش اي تاسيس، مش اي حاجه ان انا ارضى بيها. تمام. واعدل من سلوكهم وابني جيل جديد يكون مميز، يعني افيد بيه بلدي. طب حلو خالص، بس انا عايزه اعرف برضو ايه اللي بيميز. طبعا اكيد الامهات لما بتيجي تدور، انا مثلا كأم لما بدور على حضانه بدور في مواصفات ومعايير معينه، لازم زي أي مثلا أم المكان الأمن. بيكون امن. طبعا لازم يكون في امان ونظافه واهتمام بالطفل. كل ام بتحب تحس ان طفلها هو الطفل المميز عند ميس بسمه، وبالتالي انا كلهم عندي مميزين وكلهم دايما لازم اطلع فيهم الحاجه المدفونه اللي كانوا اصلا مامته مش عارفه. مش عارفه ان طفلها ده موهوب في المجال ده. ممكن اوجهها ان هي تبقى موجوده في الكاراتيه. تمام. ممكن يكون طفل موهوب في الرسم، فوجه والدته ان هو لازم تنمي الموهبه دي، ولازم يكون يعني في تواصل ما بين الاكاديميه بتاعت حضرتك وما بين الاسره. طبيعي دايما في تواصل، التواصل ده شبه يومي، انا معاهم على طول. كل يوم في جروب واتساب بيننا وبين الامهات، واي حاجه اي تعديل سلوك ما بيننا لازم اكون دايما انا جاهزه له. تمام. طيب عايز اعرف حضرتك مثلا لما بتيجي تبداي مع الاطفال في المنهجيه مثلا، بتبداي هل بتهتموا بالجانب الترفيهي اكتر ولا التعليمي؟ احنا الاكاديميه عندنا تعليميه وترفيهيه في نفس الوقت، يعني انا بعلمهم بالحب. لازم يكون ما بيننا لغه مشتركه. هو لو اتعلم بالحب هيعرف يعمل اي حاجه. اكيد طبعا. مثلا لازم لو انا علمته بتاعته الاول. لازم يحب المس بتاعته، ولازم كمان ان هو يتعلم بحدوته، بقصه، باغنيه، بوسيله تعليميه يعرف بيها المعلومه بطريقه كويسه. طب عايزين نشوف الاطفال الحلوين دول والبنوته الشقيه دي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ زينة. اديها المايك كده. اسمك ايه؟ زينة. القمر بتاعنا ده هيقدم لنا حاجة حلوة النهاردة؟ اكيد. يلا يا زينة، يلا نعمل، تعالي يا مريم. يلا يلا امسك كده. مريومة فين مريم؟ يلا يا مريم تعالي لوجي. تعالي ليه؟ في ايد مكان لوجي. يلا في ايد مكان لوجي. يلا اقعدي جنبهم. يلا اقعدي. يلا يلا 1 2 3 نبدا الاشكال الهندسيه. الاشكال الهندسيه انا بشوفها حواليا، المثلث حته الجبن والمستطيل كراسي والمربع في الشباك
اوعى تبصي منديلك والدايرة وش بيضحكلي او كرة بابا جمالية والنجمة دي للشطار واما القلب قلب جميل طيب او بيحب الخير. انت اللي قلبك جميل عسل. ربنا يبارك فيهم يا رب. طيب احنا الاغنيه معانا جاهزه وكنت قايله لي ان في استعراض هيقدموه. ان شاء الله في استعراض هيقدموه. ممكن نشوف الاستعراض ده كلنا مع بعض بمناسبه المولد النبي الشريف. احنا حفظنا حاجه كده صغيره دي. تمام خلاص نشوف. جاهزه الاغنيه معانا؟ طيب تمام ماشي. انا اللي هسقف لكم بقى. ما شاء الله عليكم. خلاص نرجع مكاننا بقى. نرجع مكاننا بسرعه. يلا يا لوجي تعالي تعالي يا لوجي. يلا شاطره حلوه كل واحده ياخد قلب جميل من دول بعد ما نخلص. ماشي عينك. طيب يا مس بسمة عايزه اسالك سؤال كده خاص بفريق العمل عندك. اتفضلي. هل انت لما بتيجي تجيبي مدرسه مثلا او مس عندك تختاريها كده ولا لازم يكون في تدريب او لا بيبقى طبعًا لها طبعا مواصفات معينه؟ اه بالظبط. لا طبعا انا لازم نقعد مكاننا. يلا يلا يا بس بس انا لازم يبقى عندي معايير اختار ما بينها مدرساتي اللي هتشتغل معايا لان كل مدرسه زي ما قلنا هي ام بديله ليهم في الكلاس بتاعهم. انا لازم علشان اختار المدرسه دي لازم بعمل لها تدريب والتدريب ده لازم يكون شامل كل الجوانب ولازم يتوفر فيها معايير معينة. أولا لازم تكون بشوشة ومريحة مع الأطفال تعرف تجذبهم وتخلي ما بينهم ألفة وتخلي إن هم ما بين الأطفال روح تعاون وروح محبة وروح بس يسلم وروح طب محبة. ازاي تجذبهم بقى؟ ازاي تجذب الأطفال؟ بتجذبهم إن هي تقرب ليهم تنزل لمستوى كل طفل وتخلي كل طفل في الكلاس بتاعها يحبها. لازم تكون المعلمة كمان تكون حسنة المظهر تكون لبقة تعرف تتعامل مع الأطفال وتحببهم في المادة اللي بتدرسها. أنا من وجهة نظري إن أهم حاجة في المعلمة معلمة رياضة الأطفال إن تبقى عندها صبر. دي طبعًا أهم حاجة طبعًا فيها. لازم تكون عندها صبر شديد جدًا. لازم تبقى بتعرف تتعامل مع كل طفل لان هي هتقابل العنيد هتقابل الشقي هتقابل الطيب هتقابل كل تمام. الانواع اللي بنقابلها في الاطفال هتقابل الطفل الحركي اللي بيتحرك كتير هتقابل الطفل العنيد اللي هيقول لها لا على كل حاجه. أيوة. ولازم تستغل في كل بيبقى
في اطفال كتير طبعا ما بين العنيد، وبيختلف الطفل ده على الطفل ده، ما بين الطفل العنيد والطفل طبعا اللي هو ايه حركته شديده أكيد. شويه فازاي بتتعاملوا معاهم؟ الطفل الحركي ده بيكون طفل ذكي جدا ولازم تستغل قدراته باقل الامكانيات عندك وبكل الوسائل. بالظبط عامل زي يعني هو شديد الحركه عشان هو عايز يتعلم، بيبقى مدرك لحاجات كتير حواليه. انا متهيألي ده بيميل في التعامل اكتر، ان انت يعني بتحايليه شويه تسهلي له مهام. ده لو المس اديته قلم البورد وقالت له خليك هنا انت هتكتب اول واحد، لو شجعته بكلماتها، لو هي بتعبيرات وجهها وان هي خلته مقرب ليها شويه شويه يومين ثلاثه خلاص هو بقى طفل عادي وبقى بيسمع الكلام، بقى بيسمع كلام المس وهكذا. طب في اطفال بتبقى عدوانيه اللي هو بصي ما بيتعاملش مع اصحابه، يعني الا طبعا بالخناق والضرب، بيبقى اسلوبه عدواني حتى في التعامل مع اصحابه في الحضانه. ده بتتعامل معاه ازاي المس في الفصل؟ بتشركه وبتخليه ما بينهم روح تعاون، تشغله اكتر تشغله. في الانشطه صح؟ بالظبط الانشطه بتشغله اكتر، تقول له تعالى اعمل ده مع اخوك انت وهو وزميلك ده، هتعملوا اللعبه دي هتفكوها وتركبوها من تاني ونشوف بقى مين فيكم كده ايه اللي هيساعد التاني اكتر. من هنا هو هيحب زميله وهيساعده علشان هم يكسبوا. طب ما ممكن يكون طفل عدواني اللي هو بمعنى ان انا لا مش هعمل الحاجه دي معاه، فاهمه؟ لا هو استحاله ان هو يعمل كده، ولو رفضها مره مش هيرفضها التانيه، لانه هيبص لكل زمايله هيلاقيهم متعاونين، هيبص يلاقيهم ان هم كلهم بيشتركوا في لعبه معينه انا هلعبها مع زميلي. او مش كل الالعاب بتبقى فرديه، لازم في العاب بتبقى جماعيه، ولازم ان انا لو هعمل مسابقه ما بينهم بيخلق روح التعاون. بالظبط بيخلق روح التعاون. تمام. طيب لو مثلا الطفل عمل سلوك مش كويس تمام، بتبقى العقاب بتاع المس ليه هيكون ازاي لو هو عمل سلوك مش كويس؟ لو بسيط احنا ممكن نتغاضى عنه تماما واعمل نفسي مش شايفاه، لكن لو هو زودها شويه لا انا ببدا نيجي مثلا نتفق ان احنا هنعمل قصه كان على ولد تاني خالص والكلام مش عليه، ما وجهلوش الكلام مباشر. بس احنا الطفل لما بيعمل مشكله ما ينفعش بس ما ان احنا نتغاضى عنه، لازم حتى لو مثلا هتغاضى عنه لو هي بسيطه، لو هي عابره موقف او سلوك بسيط وعدى وما تكررش. اما لو اتكرر انا ممكن اعمل له قصه واعمل اشخاص او شخصيات خياليه تماما، وابدا بالشخصيات دي اوجهه للسلوك الصح، وابدا اقول لهم هاي اطفالي هو السلوك ده اللي عمله بطلنا في القصه ده سلوك مقبول ولا سلوك غير مقبول؟ تمام. والمعلمه المبدعه او المحترفه هي اللي بتعرف تجذب الطفل طبعا ليها. طبعا وبتعرف تتعامل مع جميع انواع الاطفال. كل طفل له مدخل. طبعا كل أكيد. طفل له مدخل، كل طفل له نقطه ضعف هتعرفي توصلي لها من خلاله. طيب في حاجه ثانيه هيقدمها لنا الاطفال النهارده؟ ان شاء الله نشوف. يلا يا احد العشرة يلا قوموا اقفوا. سلمى الاول قبل ما تعالي تعالي وانت في مكانك كده، وانت في مكانك مش تعرفي اسمك الاول؟ جودي. المايك اياد المايك اهو. وانت في مكانك وانت في مكانك وانت في مكانك. ارجعي ما تخافيش، ارجعي مكانك كده وانت في مكانك. عرفي عرفوا نفسكم يلا حبايبي. جودي. انت جودي؟ انت جودي. سلمى. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سلمى. سلمى سكر يا سلمى. اياد. عسل يا قولي. جودي. عسل يا جودي. لا خليه معاكي معاك يلا غني فيه. قولي يلا انا ابدأي. ده نشاط في الكتاب صح؟ كل حاجة فيا بتفضل زي ما هي، واحد فيا بواحد، اتنين فيا باتنين، تلاتة فيا بتلاتة، أربعة فيا بأربعة، خمسة فيا بخمسة، ستة فيا بستة، سبعة فيا بسبعة، تمانية فيا بتمانية، تسعة فيا بتسعة. أنا العشرات كل حاجة فيا معاها صفر هدية، الواحد فيا بعشرة، اتنين فيا بعشرين، تلاتة فيا بتلاتين، الأربعة فيا بأربعين، الخمسة فيا بخمسين، الستة فيا بستين، السبعة فيا بسبعين، التمانية فيا بتمانين، التسعة فيا بتسعين. أنا المية كل حاجة فيا
عصفرين ايديه، الواحد في ميه، الاتنين في ميتين، تلاتة في بتلتميه، الأربعة في بربعميه، الخمسة في بخمسميه، الستة في بستميه، السبعة في بسبعميه، التمانية في بتمنميه، والتسعة في بتسعميه. الله على الجمال، عسل ما شاء الله عليكم عسل. طيب لا بجد يا بسمة جميل النشاط ده، بس عايزة أعرف انت او المدرسه اللي بتدرس الحاجه دي، نرجع لاول مكاننا يلا بسرعه، يلا نرجع مكاننا، نرجع مكاننا. طيب لا لسه لسه ما اول ما اقول لكم نرجع مكاننا بسرعه يا اولاد، يلا عايزين اقعدي. بالنسبه للنشاط ده يا بسمه، المعلمه او المدرسه ازاي بتوصله للاطفال او بتشرحه ازاي للاطفال؟ احنا كل درس لينا لازم يكون له وسيله، المدرسه او المعلمه وهي داخله لازم انا اجيب الوسيله معاها عشان تدعم فكرتها. انا لو هشتغل الاحاد والعشرات لازم اعرفهم ان كل حاجه فيها ده ببيت، الاحاد بيته، هاتي جودي لو سمحتي اللوحه، الاحاد هنا لما اقول له هنا الاحاد، اقعدي يلا اقعدي يلا يا زينه، ماشي ايه عليك تتعاملوا معاهم في الحضانه كده، يلا يا زينة. طب تعالي يلا امسكيها اللوحة، يلا امسكي اللوحة. أنا بخليهم بقى الطفل اللي يتشقى أو يتحرك بمكانه أساس كله مهمة زي دي. يلا يا زينة، هنا دي الإيه؟ الأحياد صح؟ كل حاجة فيه بتبقى إيه؟ بتبقى زي ما هو؟ أه بتبقى زي ما هو. طيب أنا هنا الواحد هقول له إن ده بيت الواحد، وبعمل ستيك بقى بسيط كده وأقول له يلا اعمل هنا اقرا الرقم ودخلها في البيت المناسب له، فبالتالي المعلومه بتوصل له بسهوله بيسر. طيب بتستخدموا حاجات تفاعليه في التعليم؟ اه طبعا بنستخدم حاجات تفاعليه في التعليم، زي مثلا انا لما اجي ادوات مونتيسوري والالعاب بتاعت مونتيسوري اللي هي ايه؟ محتاجه فك وتركيب، محتاجه ان انا اعمل البازل، البازل اللي زي كده. اه بالظبط كده. طيب بتهتموا بالحاجات الرياضيه؟ في انشطه رياضيه في الحضانه ولا بس بتكتفوا مثلا بالحاجات اللي هي منتسوري حاجات دي بس عندك في الحضانه؟ في انشطه رياضيه، احنا عندنا نشاطين، عندنا نشاط الكاراتيه ونشاط الجمباز، وكمان عندنا ورشه تعليم للرسم للفنانين بقى، يعني بتوصل لغايه الطفل ممكن يتعلم يرسم بورتريه. جميل. وعندنا ورشه بنحسن فيها الخط، الكبار منهم اللي بنلاقي الخط معاه ما ظبطش معانا نلجا بقى نعمل له ورشه تحسين خط كده، بيبقى خطهم جميل معانا. طيب الانشطه دي بالنسبه للانشطه اللي انتوا بتستخدموها اكيد انتوا بتطوروها، عايزه متابعه من البيت سواء الجانب التعليمي او الترفيهي. بيبقى في جانب المفروض ان في تواصل بالبيت، هل تواصل بيتم عن طريق التليفون مثلا ولا بيبقى في حاجات زي دفاتر متابعه حاجات زي كده؟ في دفاتر المتابعه نكتب لهم ان احنا مثلا نفذنا نشاط معاهم كذا بنعمل، او عن طريق جروب الواتساب. انا مثلا عندي ام جميله خالص، مامي هو فكره حلوه، مامي فريده وفريحه، يعني ما شاء الله عليها، دي من الامهات اللي انا بشوفها امهات مثاليه عندي، هي كل اللي بتعمله مع اولادها في الحضانه هي كمان بتنفذه معاهم في البيت، فبالتالي الحاجه اللي ممكن يستغرق ان هي تاخد مره او اتنين معاهم، لا ما شاء الله احنا بنتعداها بسرعه بسيطه وبسرعه، والولاد كل يوم ما شاء الله بيتقدموا ما شاء الله عليهم. لا ما بصراحه الانشطه اللي انا شايفاك جايباها النهارده هي حفزتني ان انا اعرف ايه دي اصلا. مريم جت هتقول اشكال هندسيه، هي مش عايزه تقول لها اشكال هندسيه، لا هي حافظاها. في نشاط تاني معاكي ممكن توريه لنا؟ زي ايه؟ يلا اياد انت وجودي؟ اياد وجودي؟ لا اقعدي. تعالى كده يا اياد جنب اسحاق من زميلتك، اقف جنبها. تعالى كده؟ تعالي قولي اللي بعد فيه يلا. I say go, I
bicycle. Red, yellow, green. الله على الجمال. هاتوا لي بقى اللوحه دي بقى. عايزه اسمع سقفه حلوه كده. حلو نسقف لهم ولا لا؟ يستاهلوا سقفه؟ عسل يا ود، عسل يا جود. عايزاكي بقى تشرحي لي انا ده الحاجات دي انتوا عملتوها ازاي مثلا، وتستخدموها ازاي. ممكن نقعد مكاننا؟ يلا كل واحد يقعد مكانه. يلا يا زين نقعد مكاننا. يلا بسرعه. عايزه اشوف. عايزاكي بقى تقولي لي النشاط ده بتعملوه ازاي، وبتعرفوهم ازاي مثلا ان ده الحاجات دي بتعرفوهم ازاي. طب هاتي يا جماعه. احنا مثلا انا هاجي النشاط ده احنا الاول بنعمله على هيئه تلوين، وبنجيب ترافيك لايتس، بنجيب اشاره مرور، وبنخلي الولاد يلونوها وكمان يعرفوا الالوان الاول فيها. الاول احنا بنشتغل، كنا اشتغلنا الالوان والكالرز. ده لون ايه يا مريم؟ احمر. جميل، برافو. فاللون ده انا بعرفها ان هي احمر، وبعرفها ان اشاره المرور هم كام لون. يلا قولي. طب ممكن نقعد مكاننا كده واحنا قاعدين مكاننا؟ كام لون؟ خليهم يقعدوا يا بس. يلا نقعد وانا هسالكم احنا قاعدين، نشوف مين الشطور النهارده. يلا يا زينه. يلا حبيبي. يلا حاطي جنبها. يلا بصي هتمسكي المايك. يلا يلا يا مريم، اشاره المرور كام لون؟ ثلاثه. برافو. ايه هم اول لون ايه؟ اصفر. احمر واصفر واخضر. واخضر، برافو. وببدأ اعلمهم بقى الاحمر ده بنستخدمه امتى؟ لما بنقول للعربيات كف. الاصفر استعد. الاخضر. ممكن نقعد مكاننا يا سكر انت؟ ممكن نقعد مكاننا؟ تعالي اقعدي. زينه مدلعه، وبعدين هي متقعدش في الحضانه الا برضه المايك. يلا يلا نقول الالوان. ده ايه؟ وده؟ وده؟ ده لما العربية بتيجي بتعمل ايه؟ ستوب. وده؟ ويت، انتظار. وده؟ جو، صح؟ طيب احنا شفنا معاكي الحاجات الجميلة دي، وطبعا اكيد في حاجات تانية لسه انت ما ظهرتيهاش بقى معانا في الحلقة، بس هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية. رجعنا لكم بعد الفاصل. احب اسالك يا استاذه بسمه، بالنسبه للغه في الحضانه، تدريس اللغه في الحضانه، هل بتهتموا باللغه العربيه فقط بس، ولا في تدريس لغات برضو انجليش فرنش كده؟ ايوه بالظبط. احنا عندنا تدريس اللغه العربيه، دي اللغه الام، ده شيء اساسي. طيب. بعد كده بندرس الانجليش بطريقه جولي فونكس، بعلمهم الليدر والساوند بتاعه والاكشن. بعدين بنبتدي بقى نهيئ الطفل ان هو يقرا وورد كامله بدون مساعده، يعني بيدخل من عندنا المدرسه هو قادر ان هو يقرا الوورد دي من غير مساعده. يعني مش لازم يعرف معناها بالعربي، حروف بالاصوات اهم حاجه. مش لازم يعرف معناها بعد كده بقى بالعربي، هو مجرد ما عمل ريدنج صح خلاص، بعد كده الدنيا كلها سهله. بنبدأ في الانجليش كمان كنا بنحفظهم بعض الكلمات بالفرنش من ضمن تعليم اللغات. طب حلو جدا. طيب عايزه اشوف حاجه كده. انت بتدرسي طبعا العربي عندنا، عارفين انه فتحه وضمه وسكون وتنوينات وحوارات كتير بقى لقدام. فعايزين نشوف بقى انت في وسيله معينه بتوصلي بيها الحاجه دي للاطفال، ولا يعني مثلا شرح اللي هو تلقين على طول مباشر؟ يعني لا. التعليم عندك بيكون بالتلقين ولا باستخدام الوسائل؟ لا، باستخدام الوسائل. كل حاجه بيكون ليها وسيله بنعبر بيها عن الدرس او بندخل بيها للدرس ويفهمها بعد كده يعني بكل سهوله. لو احنا مثلا احنا معانا دلوقتي مثال لدرس السكون. تمام. ازاي ان هم يعرفوا السكون ويفرقوا بينه وما بين بقيه الحركات. اللي هو بيكون قبل السكون طبعا بيكون اخذ الفتحه والضمه والكسره وكده. بالظبط. تمام. فتعالوا اتفضلوا. يلا اقفوا. لا بص كده للكاميرا، بص كده للكاميرا، ما تبص لي انا. تعالوا هيك. هما طبعا عارفين الفتحه بالنسبه لهم يعني درسوها، ودرسوا الكسره والضمه. هاجي بقى عند درس السكون لازم اميزه ما بين الحركات دي. تمام. فانا مثلا بنعملها باغنيه، باجي اقول لهم يلا جاهزين، تا
تعالي يا فتحة. أنا جاية أهو. تعالي يا كسرة. أنا جاية أهو. تعالي يا ضمة. أنا جاية أهو. تعالي يا سكون. لا مش جاية، لازم حركة قبلي، فتحة كسرة ضمة، خليني منورة. لا إيه الجمال ده؟ لا أنتوا بصوا كل واحدة بقى تاخد لها قلب من دول، جميل حلو ذكرى بقى. اتفضلي. برافو عليك. عسل، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. اتفضلوا بقى نرجع مكاننا. السكر ده يلا يا سلمى نرجع مكاننا بسرعه. يلا ما شاء الله، بصراحه انا عاجبني الوسائل اللي انت شغاله بيها دي، والطريقه نفسها بتاعه الاطفال في متعه في التعليم. هما كمان كل طفل فيهم بيبقى حابب ان هو يمسك الوسيله ويقول بيها، ويبقى له الدور في اداره الفصل مع الميس بتاعته. هل بيبقى في حافز للاطفال؟ اه طبعا. يعني انا مثلا طفل عندي مثلا حلو، عشان اشجع باقي الفصل ان هو يبقى زي كده، احنا كل شهر بنعمل اختبارات شهريه. آه. وبكرم اوائل كل فصل وبشجعهم، بجيب لهم هديه. كمان احنا بنعمل حفلات ليهم ونكرمهم. والله بصراحه يعني انت بتفاجئيني كل يوم كده ما شاء الله عليك. طيب بالنسبه اكيد طبعا مستويات الاطفال مش كلها واحد في الفصل، اكيد في الممتاز، في المتوسط، في اللي ضعيف شويه. طيب بتتعاملي ازاي بقى مع المستوى الاقل شويه بحيث ان انت تسويه بالممتاز؟ يعني الطفل اللي هو ضعيف شويه ده احنا بنشتغل عليه على البورد وفي الكراسه بتاعته وفي الكتب. تمام. نفضل نديله تمارين كتير جوه الكلاس، مش في الهوم ورك بس، لا احنا جوه الكلاس بتاعنا بيتمرن على الدرس اللي هو خده اول باول. بس في اطفال بتبقى يعني بالنسبه لها الحافز بيبقى اكتر طبعا، يعني من انت تضغطيها. ما انا ممكن اضغط طفل بيكون مثلا مستواه قليل، ممكن اضغطه بدون ضغط تماما، لكن بصي لا مش هيستوعب. لا بدون ضغط احنا بنتعامل معاه بدون اي ضغط منا، ان احنا بنخليهم يحبوا الماده، ونعمل اكسرسايز كل يوم او تمرين بقى لو هو بالعربي، ونشجعه بهديه. المس مجرد ما ضحكت في وشه وقالت له برافو احسنت ما شاء الله يا حبيبي كده، خلاص هو مره على الثانيه بيتقدم. تمام. وبعدين كمان شغل الكلاس اللي هو الاورال بقى الشفوي كمان بيشجعوا بعض. عارفه اقول لك على حاجه؟ هم كمان حتى الكبار بيحفظوا الصغير منهم. بيحفظوا بعض يعني. من الجميل قوي فيهم ان هم في الباص بتاع الحضانه. اعرف ان هم دايما بيغنوا الاغاني بتاعه الحضانه التعليميه. واحنا جايين كمان على الحلقه هم بيرددوا اللي خدوه، حتى اللي مش هيقولوه في الحلقه هم برضو بيرددوه. الكبير منهم بيحفظ الصغير طول الوقت ما شاء الله. طيب بالنسبه طبعا المشكله الكبيره بقى اللي بتواجهنا كلنا هي مشكله فيروس كورونا. ايه الاجراءات اللي بتاخدها الحضانه؟ اكيد في اجراءات وقائيه شغاله بيها الحضانه. قبل ما اكرر موضوع الفتح انا كنت قلقانه جدا وفكرت فيه كتير، بس تمام. بصراحه انا مستوى اولادي صعب عليا والله، كله سواء امهات سواء معلمات يعني. والامهات كمان قلقانه، بس معظم الامهات كانت بتكلمني يا مس افتحوا بقى الولاد خلاص، يعني وحشتنا الحضانه، وحشنا النشاط. وحشنا اليوم الفون داي بتاعكم، الولاد خلاص قاعدين مفيش حاجه غير التلفزيون واللابتوب واليوتيوب، ومفيش اي حاجه بيعملوها تاني. بس اكيد طبعا لما فكرت ان انت ترجعي انقذونا. اكيد لما فكرت ان انت ترجعي اكيد في اجراءات استخدمتيها في الحضانه. يعني احنا عندنا قبل ما نبدا خالص، طبعا الحضانه كانت مقفوله بقى لها مده طويله. طب معانا اسماء من القليوبيه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اشكر بس الناس خالص، هي والبلدات الحلوين دول طالعين امارات قوي. ربنا يخليكي. معلش ممكن توطي التلفزيون بس عشان اسمعك كويس. ايه رحت فين؟ انا مع حضرتك بس بوطي التلفزيون. تمام ماشي. انا كنت والدة طالب عند ميس بس ادم شوقي. اهلا وسهلا. دي والدة ادم. ام ادم وام وايز. عايزاكي بقى تكلميني بصراحه وتقولي لي ابنك مستواه ايه في الحضانه دي، ومرتاح في الحضانه ولا لا، وتعامل ميس بسمه معاه ايه؟ لا ميس بسمه دي مامته الثانيه، انا ببقى مطمنه. انا اصلا ابني عنده نوع من فرط الحركه، يعني هي متعاونه معايا جدا. تمام.
او بسم يعني بفضلها يعني ومجهودات ميس رؤيه وميس ايام رسم هم هو هادي خالص عن الاول بصراحه. تمام. طب في مشكله عند ابنك بتوصليها للاستاذه بسمه ازاي وهي بتتعامل ازاي معاها؟ لا هو في نوت بس الناس بس ما بتكتب لي فيها كل حاجه وغير اللي انا على طول معاها في التليفون يعني. طيب بصي احنا عارفين وكلميني بصراحه بصي مالكيش دعوه ببسمه خالص دلوقتي احنا عارفين طبعا ان الطفل بيتعلق بالمس بتاعته اكتر كمان من البيت وبيسمع كلام المس بتاعته اكتر من البيت، ابنك زي كده ولا ابنك لا خالص؟ لا لا ده هو كل يوم لازم هو اللي يصحى حتى الجمعه والسبت بيبقى زعلان ان هم اجازه يعني. طب وطي التلفزيون طيب؟ ماشي شكرا لحضرتك جدا وسعيدين باتصال حضرتك معانا. نرجع بقى لموضوع كورونا بقى والاجراءات اللي حضرتك واخداها بقى في الحضانه ايه؟ احنا لما جينا قبل ما نفتح عقبنا الحضانه بشكل رهيب تقريبا كل بقى الادوات والالعاب والديسكات وترابيزاتنا ادواتنا كل حاجه اتعقبت. والمسات هل بيبقى فيه المسات طبعا ماسكات على طول باستمرار؟ المسات بتكون لابسه الماسك والولاد كمان بيلبسوا فيه شيلد اثناء الحاجه اللي هتتطلب ان هم لو اتنين هيلعبوا سوا او احنا قاعدين جوه الكلاس احنا بنقعد حرف يوم علشان ما يبقاش فيه تقارب ما بيننا تمام. ودايما كل شويه كل واحد معاه فوطه والصابونه بتاعته والمناديل. تمام. ما بين فتره والتانيه ما بين كل شويه يلا اتفضلوا كل واحد صابونته وفوطته ويلا عنيني. وبيبقى فيه طبعا اكيد توعيه طبعا من طبعًا داخل الفصول من طبعًا هم حتى نفسهم حتى في تعامل الاطفال بره. طبعا احنا كمان بننبه عليهم دايما وكمان بنحاول ان احنا ننبههم لاكلهم وشربهم يبقى هيلثي خالص علشان مناعتهم خاصه احنا داخلين على فصل الشتاء. وده بقى الفصل اللي بيكون فيه دايما ادوار البرد دايما بيكون في النزلات وهكذا. فاحنا بقى انا دوري ايه؟ احنا داخلين على 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 فصل الشتاء. الطفل اللي جاي لي جديد انا بنبه والدته اني ممنوع الشيبسي والبيبسي والمأكولات السريعه والكلام ده خالص. المشروبات الغازيه والحاجات دي. نقلل منها وبنصحهم دايما ان احنا نقلل من المواد الحافظه تماما. تمام. بقول لهم انا تجربتي كأم وبحكي لهم انا تجربتي كأم في الاول كانت صعبه. لكن انا بمرور الوقت ولادي ما شاء الله خلاص احنا قليل جدا لو احنا عندنا رحله او عندنا مناسبه ان احنا نبتدي. ما هي مس الحضانه بصي قدوه. لا قدوه وفي نفس الوقت ام بديله طبعًا للاطفال. طبعا انا كأم بودي ابني الحضانه وانا مطمنه للمس ان المس دي هتكون ام بديله ليا. بالظبط. لازم تكون ام بديله وتراعي ربنا فيه وتتقي ربنا فيهم. يعني باجي كمان اقول لهم في يوم يلا احنا عندنا الفان دي هنعمله عن الهيلثي فود ونجيب بقى خضار. اللي ما كانش بياكل الخضار والسلطه والطماطم والدتي اتصلت عليا قالت لي مس معقول ده كله ده خلاص حب الحاجات دي. اقوم قايله لها طب خلاص انا عايزه اللانش بوكس بتاعنا بقى كل يوم يكون فيه خضار يكون فيه فاكهه يكون فيه اي حاجه من الحاجات دي. تمام جميل. اجي كمان كل يوم الصبح انا ما بيننا وما بين بعض بقى على الجروب الامهات بتاع الواتس اقول لهم انا هشجع فيهم اللي يشرب مشروبات دافيه كتير. طيب انا هشجع اللي يكون بياخد الصبح عسل على ليمون عشان نرفع المناعه بتاعتهم. وابدا انبه الولاد دايما يا ولاد احنا لازم نسمع كلام ماما ونشرب اللبن ونشرب السوائل يعني الدافيه. في توعيه من داخل الفصول. معنى الكلام ان في توعيه من داخل الفصول للاطفال بالاكلات الصحيه والمشروبات الصحيه. اللهم بارك. هي جابت مفعول كبير قوي عند الولاد انا ام فارس من الجيزه. الو الو اهلا بيك ام فارس. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا اول مره اعمل مداخله مع حضرتك على فكره. اهلا وسهلا بيك نورتيني. بس هو انا كنت عايزه اسال الميس في حاجه كده. اتفضلي حبيبتي. لو سمحتي يا ميس هو انت لما يعني الطفل بيجي الحضانه عندك من سن كام؟ سن الاطفال من كام عندك؟ حاضر. من كام؟ والله السؤال اللي جاي. في اي اسئله معاكي تاني؟ لا اصل انا معايا ابني لسه صغنطوط انا لسه يعتبر عندي 18 سنه لسه متجوزه جديد.
ألف فعايزة مبروك. يعني أعرف أدخله الحضانة من إمتى، أتعامل معاه إزاي والشغل ده. طيب حاضر، تحت أمرك، عينين ليك. حاضر ماشي. في أي أسئلة تانية؟ لا شكر. شكرا يا فندم ليك. سمعت سؤالها؟ جاوبي بقى على سؤالها. أنا بالنسبة لي طالما في أمهات بتبقى عاملات والطفل بيجي لي من سن بدري جدا، بيجي لي من سن سنة ونص أو سنتين، ويكون له أخ كبير، والأم خلاص وثقت فيك وفي مكانك، فخلاص تمام. أنا بستقبل الطفل ده وببدأ الأول أعمل له تنمية مهارات بأدوات مونتيسوري، بيبدأ أنمي عنده الجانب الشفوي. إحنا يومنا الأول كل يوم بنبدأ بالأذكار والقرآن والحديث، ونراجع عليهم كل يوم باستمرار علشان الطفل ينشأ تربية دينية صحيحة، ويكون كمان دايما لما يجي يعمل حاجة غلط يبقى عارف ثوابه من عقابه، يبقى عارف أنا هعمل ده صح وهكمل فيه. دي حاجة. الحاجة التانية أنا ببدأ أدمجه في وسط الكبار شوية وأفصله. تمام. يعني أنت بتعملي تأهيل قبل البري كي جي اللي هو حلو. قبل البري كي جي كمان لازم يبقى فيه تأهيل. دايما الأطفال الصغيرة أمهاتهم تقول لي يا مس بسمة إيه ده، إحنا لقيناهم حفظوا صورة، ده حفظ صورة الفلك، بس أنا ما وديهوش كتاب. بيبقى بيردد وبيبقى بيسمع كل يوم، فخلاص هو خد وحفظ وتعلم. جميل جميل الطريقه، انت بتنمي فيه بصي يعني حاجات فطريه عنده وانت بتنميها. بالظبط. طب ممكن نشوف، ممكن حد منهم اكيد حافظين قران بقى. ممكن حد يسمع لنا سوره؟ يلا مين هيسمع؟ جودي. يلا يلا. لا مكانك، وانت في مكانك. تعالي هاتي المايك كده، ارجع مكانك كده. سمعي لي سورة ايه؟ عايزة تقولي سورة ايه؟ سورة ايه؟ السورة اللي انت حافظاها، اللي انت عايزة تقولي. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قربي المايك كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كن اعوذ برب الناس، ملك الناس، للناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا عسل. هو بصراحة يعني ما شاء الله عليك، أنا عجبني نظامك في الحضانة، وعجبني إن أنت برضو بتلعبي على كل الأعمار. يعني أنا مثلا عندي السن الصغير ده بتعملي له، أحس إن أنت بتعملي له تأهيل للمرحلة اللي برضو بتنمي قدرات العقلية الأول. بالظبط. بتعمله زي تفتيح كده عشان يبدأ يستوعب حصيلة لغوية دي. لازم يكون حصيلة لغوية يقدر يتعامل بيها. تمام. وطبعا ده بيكون بمتابعة من الأهل. طبعا. وانا ما شاء الله الامهات عندي واولياء امورنا بيكونوا دايما متابعين ودايما على وعي كبير بشغلنا، وعلى وعي ان هم بيساعدونا في البيت علشان نوصل بطفلهم لاحسن مستوى. ما شاء الله عليكي. انا بصراحه مبسوطه بوجودك معايا النهارده، ومبسوطه بالاطفال الحلوين دول النهارده بفقراتهم الممتعه اللي بجد انا امتعتني، انا عن نفسي امتعتني. وبحب اشكر حضرتك تاني، وان شاء الله اتمنى اللقاء يتجدد تاني. وكده تكون حلقتنا انتهت. بشكركم، بشكر مشاهدينا الكرام، على وعد على حلقة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 7 مساء.